أوكي، وصلنا في المحاضرة الماضية لعند اللي هو الـ Properties of the LTI System، خصائص اللي هو الـ LTI System Linear Time Invariant System. خلينا نشوف أول شيء Systems with and without memory. إذن السيستم لاين هسون ليش للlinear time invariant system is set to be memoryless عندي its input response h of t has اذا لما h of t تساوي k delta اذا بقول ايش k اللي هو constant ثابت اللي هو مقدار الربح الجين اخذتوها في الالكترونيكس في اللي هو الجين constant تاع الترانزستورز اوكي زي هيك اذا سوي دلتا اذروايز LTI system have memory اذا هذول ما تساون بكون ايش memory كمان نفس الشيء للديسكريت اشوف ان ايكوال كي دلتا اوف ان نفس الشيء اللي بينطبق على الديسكريت بينطبق على الكونتينوس على الاثنين مع بعض شوف اكزامبل memoryless اذا h of t تساوي 2 دلتا is memoryless ideal resistor memoryless ليش لانه r delta of t h of t كمان memoryless هسه لما نشوف with memory بنشوف الفرق شوف with memory في عندي shift unit delay unit advance with memory هذا unit delay هنا unit advance هون ايش بكون with memory with memory اذا لما يكون عندي shift بكون memory زي نفس القاعده اللي اخذناها اوكي اذا the inverse response h of t equal u of t corresponding to the simple integrator هذا يعتبر زي simple integrator اوكي implies a system with memory الانتجريتر with memory اذا هذا بدل على ايش انه زي الانتجريتر يعتبر انتجريتر مكامل بسيط اليو اوف تي سيجنال يو اوف تي اذا بده ذاكره ميموري وذ ميموري اوكي عندي هون يونت ادفانس وذ ميموري لانها لا تساوي ها شف لا تساوي لانه بدون شيفت لكن لو في شيفت كان قال لك دلتا اوف تي بلس ماينس اي خلاص ساعتها بقول له وذاوت ميموري اوكي نشوف هسه كوزال ونن كوزال كوزال ونن كوزال A linear time invariant system is said to be causal if its impulse response شوف هنا في الالتي سيستم بيعتمد على الاتش اوف تي حتى الكونفوليوشن يعتمد على الاتش اوف تي شفته انه هل الاتش اوف تي بوجده لما اليونت ستيب ايش بكون دلتا على الانبوت Impulse function is non-zero only t أكبر أو يساوي zero. إذن h of t تساوي zero عند t أصغر من zero. هذا الشرط. هذا الشرط الأساسي. Otherwise, LTI system is said to be non-zero. تعال نشوف كيف. شو يعني؟ هذا إيش هون؟ هذا هيو. هذه أنا هون عندي h of t هذه t أوكي هذه zero هنا t أكبر هنا t أصغر هنا t اي تي ما هذا المحور تي اذا طلع عندي هون عند تي الشرط امتى بتكون كوزال لما تي عند تي اصغر من زيرو وين تي اصغر من زيرو هيها المنطقه هذه هي هون ايش الشرط اتش اوف تي تساوي زيرو إذا هذا بكون كوزل. إذا هون h of t لا تساوي 0 بكون
non-causal system. زي إيش هذا هون؟ تعال هاي زي مثال example عليه هذا اللي هون. هيك. هذا سهم طبعاً معلش لأنه بس بالمهارتنا في الماوس الكتابة صعب نتحكم فيه. لأنه أنا بكتب باليسار ففي اليمين صعب أن أتحكم فيها. هذه of t h of t لكن اللي بكتب باليمين بقدر يتحكم في الماوس أكثر. هاي هذه هون زيرو. هذه هون عندي قيمتها ثلاثة الإشارة. خلينا هاي بس شوي يعني هيك مش باينة مظبوط. خلينا هذا أشيله هيك. خلينا نحط اللون هذا الإشارة نحطها بلون بيختلف. هاي هاي هون هذه قيمتها لما بحط هون جنبها ثلاث أخذنا إحنا هذه قيمتها ثلاث عند مثلا ماينس اثنين. أوكي إذا هذه تي اتش أوف تي هذا هون ايش؟ نان كوزل اتش اوف تي هون اتش اوف تي لا تساوي زيرو هون الى قيمه قيمتها ايش؟ قيمتها ثلاث اذا non-causal system. أما هذه هون هذه تساوي زيرو إذا هذه causal system. هون. مفهوم؟ هذه إيش؟ خلينا نشوف هون. شوف هون هاي عندي الثانية examples. على الكوزال سيستم. طيب هذا كيف انا بدي اعرف؟ على طول ارسم هو معتمد على الدلتا هاي ارسم ها مباشره اذا مش بالنظر ارسمن ها هذه هون وين هذه؟ ماينس صفر هذه عند الصفر اذا هاي الصفر هاي هون هذه هون عند الصفر هذه وين؟ ماينس واحد يعني عند واحد هاي واحد قرص حددتهن هاي بدي ارسم هسه بدي ارسم السيجنالز هذا واحد قديش قيمته هذا؟ اثنين هذا قديش قيمته؟ واحد هاي واحد دلتا اذا انا عندي راح يكون هيك هذا اثنين وهذا واحد هاي هذا هون اثنين وهذا واحد هذا عند صفر وهذا عند واحد هذه تي هذه هون ايش اتش اوف تي هاي هون عندي H H of T تساوي زيرو اليمين أنا ما في أنا بهمني وين هون عند لما بتكون T أصغر من زيرو في المنطقة هذه لأنه قال لك أنت أصغر من زيرو لا تساوي زيرو هذه إذا تساوي زيرو إذا هذا إيش؟ causal system هاي رسمت هذه يا نوضح لك إياه هذه هيك هذا السيجنال أيوة هذا السيجنال هاي كأول مثال هاي أوكي
إذا هذا إيش؟ causal system. عند تي أصغر من زيرو، هاي تي أصغر من زيرو، h of t صفر، ما في إلها h of t هون، h of t من صفر وأكبر، عند تي أكبر أو يساوي صفر كانت قيمتها واحد واثنين. إذا هذا causal system، هذا أنا هيك بعمل في الشرط. إذا r delta causal system من أكبر من صفر، عند الصفر هذه تساوي U of T integrator causal system. عندي هون non-causal system، تعال نطلع شوف هنا حطيتها minus، تعال نرسمها، خلينا نرسمها نشوف كيف ليش صارت هيك. أوكي نرسم هذه، هاي هذه هنا، هنا تي، هنا اتش، نرسمهن هذول اول مثالين برسمهن عشان يكون واضح لك انت. اوكي طيب نيجي هون، انا وين بهمني؟ بدي هون، هون عندي زيرو، هون عندي تي، عندي تي أصغر من زيرو، هاي المنطقة هاي. هسا إيش بدي أرسم؟ هسا بدي أرسم، هسا إيش أنا عندي أول شيء؟ هذه وين؟ عند الصفر، هاي عند الصفر. هذه وين؟ ماينس ماينس اثنين صارت هون، ماينس اثنين. إذن أنا عندي هون ماينس اثنين، هاي ماينس اثنين وعند صفر. طيب نيجي نشوف هسه، نرسم هسه ايش عندي؟ اول شيء هذا، هذا وين؟ عند صفر. قديش قيمة اثنين هاي؟ هذا ناقص اثنين، قديش قيمته؟ واحد. هذا اثنين واحد قيمته. اذا هون ايش انا عندي؟ هون هون عندي h of t لا تساوي زيرو. اذا نان كوزال سيستم، لانه قيمه عند اتش، عند تي اصغر من زيرو، اتش اوف تي قيمتها واحد، قيمتها واحد. اوكي هون هون كالتالي، هذا هي هون ايش انا عندي؟ هون واحد وهون واحد، بس هنا عند ناقص واحد، عند ناقص واحد، هاي هاي عند ناقص واحد. هنا عند زائد اثنين، هاي هذه هون ناقص واحد، هذه هون عند اثنين. h of t هون لا تساوي زيرو، أنا هون عندي h of t لا تساوي زيرو. إذن non-causal system، لأنه هاي قيمتها ال h of t عند أقل من صفر. إذا نان كوزال سيستم. أنا اللي هون ما بيهمني على اليمين، هو قال لك الشرط عند تي أصغر من صفر، هيو اتش اوف تي تساوي دلتا عند تي أصغر من صفر، تساوي صفر عفوا، بتكون كوزال. أما هون لا تساوي صفر، فإذا نان كوزال سيستم.
إذا هذا إيش؟ الكوزل والنن كوزل سيستم. طيب خلينا نيجي نشوف الستابل ستابيليتي باوندد انبوت باوندد اوتبوت. اوكي باوندد انبوت باوندد اوتبوت. شوف هون عندي انا ايش عندي الشرط؟ ما هو انا في شروط هذا ولا ايش؟ الستابل للال تي اي سيستم تايم انفاريانت سيستم تايم انفاريانت لينير تايم انفاريانت سيستم. بنحكي عنه ستيبل اذا كان باوندد انبوت باوندد اوتبوت. اف اس ريسبونس از ابسولوتلي انتجربل. اوكي اذا بكون تكامل مطلق. اما كان نوت ابسولوتلي انتجربل بكون ايش؟ تكامل غير مطلق. بكون مثلا ماينس ما لا نهايه الى ما لا نهايه. الأول ممكن يكون من ما لا النهاية لزيرو بكون محدود عندك قيمته محدودة أقل من ما لا نهاية من زيرو لما لا نهاية يعني نقدر نحكي إذا راح تطلع أقل من ما لا نهاية راح تطلع عندي قيمة محدود إذا الـ H of T لما بكاملها إذا طلعت أصغر من ما لا تقول ما لا أصغر من ما لا نهاية ستيبل إذا إذا تقول الى ما لا نهايه بكون انستابل سيستم. اوكي خلينا نشوف هون مثلا خلينا نشوف هون عندك ال تي اي سيستم اتش اوف تي ايكوال 2 دلتا هذا السيستم هذا الاتش اوف تي. تعال لما بتكاملها ايش اللي بدك كاملها الايفالويشن هيو هذا بدل على الشفت هذه هون ايش واحد هي اثنين زائد واحد ثلاثه انا عندي بيطلع الناتج تكامل اقل من ما لا نهايه اذا ستيبل سيستم. تعال تطلع هون اكسبوننشال ماينس 2 تي عوضه هون كامله بيطلع نص اقل من ما لا نهايه ستيبل سيستم بيطلع ستيبل حل التكامل. تعال شوف الان ستيبل سيستم ال تي اي سيستم 2 يو تي 2 يو تي انستابل يقول لما لا نهايه هي هون 2 وهي الى ما لا نهايه يونت ستيب هذا 2 الامبليتود ويقول لوين لما لا نهايه هي ما لا نهايه 2 يو تي هي عوضها من صفر لما لا نهايه تقول وين طلعت قيمتها ايش؟ تقول لما لا نهايه. يعني انا بكامل الامبلس ريسبونس وبشوفه لما لا نهايه ولا مش ما لا نهايه. اوكي؟ طيب خلينا نشوف فلو شارت معين، خلينا هسه بس الغي الشير اللي هون. بعدين بنرد نرجع له هذا. اوكي طلع هو اوكي هذا عندي هون الستيبل ال تي اي سيستم معلش هذا كتابه يد سريعه حبيت ارفق لكم اياه حتى بكون اوضح اكثر اذا الاتش اتش عندك الاتش اوف تي سيجنال بكون اذا كان ابسولوتلي انتجربل بكون ستيبل اما اذا كان not absolutely integrable بكون unstable يعني بشوف هذا هون أصغر من ما لا نهاية بيعني هون يقول إلى ما لا نهاية يقول إلى ما لا نهاية طلع القانون عندك هاي شرطه أصغر لازم تكامله أصغر من ما لا نهاية should be infinite محدود لازم يكون قيمته محدودة. اوكي؟ شوف ذا انرجي سيجنال ار ابسولوتلي انتجرابل، الانرجي سيجنال. اوكي؟ الامبلس سيجنال ابسولوتلي انتجرابل. يعني هذا ستيبل وهذا ستيبل.
شوف عندي هون h of t equal minus 2t. اوكي u of t هذا ايش؟ هذا energy signal. هذا energy signal absolutely integrable. معنى ايش؟ هي ليش energy signal عرفت؟ شوف لانه اصغر من ما هذا اللي كان في هسه في السلايد. اصغر من طلع نص اصغر من لا اذا ستيبل اذا الانرجي سيجنال هو ايش؟ ما دام بقول ابسولوتلي انتجرابل والامبلس سيجنال هذول اثنين ستيبل. تعال نشوف هون 2 اكس اوف تي لللينير تايم انفاريانت الاتش اوف تي هي انرجي سيجنال ممكن تكون ستيبل وممكن تكون انستيبل حسب إذا حسب إيش الـ h of t. إذا شوف أول شيء h of t equal u of t minus u t minus 2 رسمتها هيها. h t تساوي 0 هون. h t تساوي 0 هون. طب هون إيش هيها؟ من 0 من 1 قيمتها 1 عند t من 0 ل 2 من 0 ل 2. طب هذا إيش أنا عندي؟ هذا إيش سوى؟ هذا energy signal. ستيبل ليش ستيبل؟ لانه الانرجي سيجنال ستيبل لانه نوت انفينيتي هذا ما يروح هذا يو تي صح لا يروح لانفينيتي تعال نشوف هاي كامل اتش من ماينس من النهايه الى ما لا النهايه يساوي هون ايش قيمته صفر من ماينس من النهايه الى ما لا النهايه صفر هاي تكامله زائد من صفر من صفر لاثنين هاي من صفر لاثنين قيمته قديش واحد زائد هنا بلس طبعا زائد السيجنال هون قديش قيمته كان صفر واحد صفر من اثنين لما لا النهاية من اثنين لما لا النهاية صفر هذا الصفر راح وهذا الصفر راح هي زيرو بظل عندي تكامل الواحد هو تي من اثنين لصفر اذا يساوي اثنين اصغر من اثنين اذا ستيبل لانه انرجي سيجنال يعني لو اجي اقول لك هذا سيجنال انرجي قول له ستيبل هذا وين في الـ LTI system لأنه لو كملت الـ impulse response تاع هذا الـ signal راح يطلع أقل من ما لا النهاية ثابت أقل من ما لا النهاية أوكي إذا finite duration signal الإشارات الزمنية المحدودة إيش بكون energy signal أو بكون energy power signal الطاقة اللي بسموها طاقة كبيرة هائلة اللي هو هيك هذا انرجي سيجنال ويقول ايش هيك هيك بيجي هيك الامبليتود هيك هذه انرجي سيجنال انرجي باور سيجنال طاقه هائله بسموها اوكي شوف هسه السينك يورينا عشان يورينا السينك هنا اذا h of t تساوي سينك t هاي سينك t هذا السينك t ال h of t انرجي سيجنال ستيبل لللينير تايم انفينيت سيجنال it is infinity عندك ايش عندك بالنسبه لل extending اللي هو السيجنال عندك ايش بكون انا عندي هون للسيجنالز عندي للسيجنالز اللي هو كالتالي الاكستنشن للسيجنالز يوجد ثلاث حالات يا اما باور سيجنال اذا كان المطال ثابت انرجي سيجنال اذا كان بنخفض نذر باور سيجنال ما عدا هذا زي هذا تقريبا هذا السيجنال اذا انا من وين انا عندي اللي بتعامل معه باور وانرجي ايش هو شوف ان هذا كونه المطال اللي هو مقصود فيه الامبليتود شوف هنا ماكسيمم شوف هاي لو اتبع الامبليتود بنخفض اذا هذا انرجي سيجنال اذا ستيبل سينك ستيبل ليش لانه انرجي سيجنال شو عرفني انرجي سيجنال عندك الانرجي تنخفض
الامبليتود تاعها بتنخفض. اذا هذا النيجي سيجنال. اما اذا الامبليتود كان ثابت بقول ايش ما اللي هو عباره عن باور سيجنال. اوكي خلينا نشوف هون اتش اوف تي. هون انا عندي ساين تي عندي الفاليوز تاعها ماينس واحد لا واحد. اوكي الساين الساين ايش بيريودك سيجنال لكن نوت انرجي سيجنال. سيجنال هذا ايش باور سيجنال. هو باور سيجنال اذا انستابل انستابل. شوف هون امبليتود تو ما لا نهايه بيريودك سيجنال لتان انستابل لانه هذا باور سيجنال تو ما لا نهايه تقول ما لا نهايه. اوكي هذول لانه بيريودك سيجنالز يقول الى ما لا نهايه بظل متكرر الى ما لا نهايه. هذا مش انرجي هذا باور سيجنال. ما دام باور معناه انستابل. الانرجي ما بقول لا ما لا نهايه بقول والله من واحد لاثنين من خمسه لسته من ناقص واحد لناقص اربعه هذا بكون ايش انرجي سيجنال عندي. اوكي شوف هون ال h of t تساوي r of t unit impulse signal. شوف هون أنا هون طبعا على اللابلاس ترانسفورم بلاش هذه. اوكي طلع هون في اللابلاس ترانسفورم اسبلين راح نقدها في عندي هون ايش السيجنال وين عند الزيرو ما عندي الاميجينري. اذا bounded input bounded output هذا هون انا بحكي عنه ستيبل. بس بنشوف الان ستيبل كيف بكون. شوف اليو اف تي حكينا هي عباره عن باور سيجنال لان المطال ثابت ليس انرجي سيجنال لان المطال لا ينخفض. كتبت لك هذول بالعربي عشان يظل الموجودات عندك. ما دام المطال ثابت اذا باور سيجنال اذا انستابل. اذا انستابل لانه تساوي ما لا نهايه. شوف هون هذا طبعا بناخذه في الفورير هذا هي طلع هون الاميجينري ستيبل. اوكي الاميجينري ستيبل لكن هو شوف خليها هذه راح اجيها في خلينا هسه على الباور سيجنال. هذه هون هذا هون هسه هذا ما راح تفهم هيك مضبوط هذه لانه في رسمه راح اوضح لك اياها هناك. هذا هون شابتر خمسة هذا هون اوكي وهذا هون شابتر خمسة. خلي هذا لشابتر خمسة لانه انا راح ارسم لك اياه هناك. هاي هذا هون رقم ستة هذا لشابتر مع هذه طبعا هاي هيك مع شابتر خمسة هذول شابتر خمسة خلينا بلاش نلخبط حالنا في نفسه. اوكي شوف هون ساين اوف تي يو تي هذا ايش ساين تي باور سيجنال اذا نت انرجي سيجنال اذا نت انتجرابل اذا انستابل سيجنال. اوكي اذا الانرجي سيجنال ستابل في ال تي اي سيستم النت الباور سيجنال انستابل. ليش؟ لانه الباور تاعه ثابت ما بتغير يقول الى ما لا نهايه. اوكي خلينا نشوف نعمل شير للسلايد نرجع. اوكي رجعنا للسلايدز. اذا عندي هون شفنا الستيبلز. هسه ايش انا عندي كاسكيد انتر كونكشن توصيل الكاسكيد يعني كاسكيد متذكر اللي هو توصيل اللي هو عباره عن
الستيجز على التوالي كاسكيدني. أخذته فور كاسكيدني أمبليفاير، يعني أربع مراحل موصولة على التوالي. أمبليفاير الأوتبوت الأول، أمبليفاير الأول بعطي بكون إنبوت، الأوتبوت تاعه بكون إنبوت للأمبليفاير اللي بعدي، إنبوت للأمبليفاير اللي بعدي. هذا أخذته في الإلكترونيكس في الأمبليفايرز. أوكي شوف هون، two systems are said to be in cascade if the input of one system is the input output عفوا to the other. هاي هذا الانبوت، هاي هون input. هنا output راح يكون input، هنا output. ها شوف هياته، إذن الانبوت هذا output، الاوتبوت هذا هو input للثاني، وبطلع الاوتبوت النهائي. هذا ايش اللي هو ايش هون ايش انا عندي؟ إذن انا الاوتبوت هذا signal راح يكون convolution مع الانبوت signal. إذا أنا هذول بقدر إيش؟ impulse response عام هيو total overall هاي. هذا إيش اسمه؟ h of t هيو. هو عبارة إيش؟ convolution 1 h1 convolution h2 لأنه في time domain، في التام في time domain. تعال نشوف example. The overall impulse response of the cascade system H1 تساوي 2 دلتا، H2 تساوي 3 exponential minus 4. نعمل convolution، هاي convolution H1 و H2. إذا هذا في convolution إيش بكون؟ عبارة دلتا convolution دلتا اللي هو يو. إذا 2 في 3 6 exponential 4 T U of T. خلاص الدلتا هون، هون أنا إيش الدلتا هي بتوريك وين السيجنال موجود عندي كشفت. اوكي اذا في شفت ولا لا. هيا اذا هذا هو اللي هو الاتش كاسكيد. طب نشوف البارالل، البارالل بكون انا عندي تو سيجنالز بيجي بتوزع، مره بيجي على الاول ومره على الثاني، وبعدين ايش بنجمع الاوتبوتس. اوتبوت عندي هنا واي 1 y2 هو بعطيني y total. اذا هنا انا ايش؟ اذا جمع، اذا في البارالل h equal h1 plus h2 plus h2. خلينا نشوف هون معنى هاي. The overall impulse response of the parallel systems هياتن نفس التو signals، ولكن ايش جمعتن؟ خلص بظل زي ما هو. هاي صار عندي x y، هذا الكونفوليوجن عفوا هنا جمع لانه بارالل. اوكي طيب نشوف اكزامبل عليها. هاي هذا اكزامبل، شوف الاكزامبل هذا. اول شيء بقول لك find the overall equivalent impulse response of the system shown in figure. هاي السيستم x of n h1 h2 h3 summation h4 yn، بده ايش؟ الاوفرال العام الكامل الاكفيفالنت الامبلس المكافئ للسيستم هذا. اذا اعطاني اتش واحد، شوفوا انا جبته على الديسكريت عشان اوريك انه ما بيختلف الديسكريت عن الديسكريت عن الكونتينيوس ما بيختلف، بس بكتب اتش اوف تي بدل اتش اوف ان نفس الشيء. اذا اتش واحد اعطاني قيمتها، اتش اثنين اعطاني، اتش ثلاثه اعطاني قيمه، اتش اربعه اعطاني قيمه. هسا ايش انا هون؟ زي كأن المقاومات بقول لك توالي توازي توالي توازي، هذه هي. اذا هسا اول شيء ايش راح اعمل؟ طلع
راح يكون عندي إيش؟ عندي أول شيء هذه. هاي. هذول على التوالي. إكفيفالنت واحد. هاي. سميتهم اتش اكفيفالنت واحد. كان المقاومتين على التوالي، بس هذول ايش العمليه بينهم؟ هي اتش اكفيفالنت واحد، اتش واحد كونفليوجن اتش اثنين، بعوض قيمين، هذه قيمه اتش واحد وايش اتش اثنين، هاي اتش اثنين. هي كونفليوجن. كونفليوجن هون ايش؟ اثنين في واحد اثنين، هاي اثنين. يو كونفليوجن يو رام. الشفت انواع ناقص واحد ناقص اثنين ناقص ثلاث اخذناه عن طريق الخصائص، بدك تحلها جرافيكال انت حر. تقدر تحلها ترسم هذا وترسم هذا وتعمل كومبليشن جرافيكالي، ما في مشكله انا عندي. في الاخر راح يطلع اثنين ار ان ماينس ثلاثه. راح تطلع عندك رام فانكشن في الاخر. قيمتها اثنين. اوكي؟ طيب، هذه وجدنا اول واحده. هسه بدنا نشوف هسا لما انهيت هذه صارت هذه واحد هون، هسا ايش؟ صار عندي الاكفيفالنت هذه مع هذه توازي. هاي. هاي باللون الاخضر، شايف هاي؟ صح؟ اذا الناتج هذه توازي مع ثلاثي. توازي يعني ايش؟ بجمع. حكينا قبل شوي الكونكشن جمع. اذا اتش 2 اكفيفالنت سميتها، ايش هي؟ عباره عن اتش 1 زائد اتش 3. هذه ماينس لانه هذه ماينس. شوف في قاعده، اذا هذه بلس هذه ماينس، اذا هذه ماينس اللي فوق هذه بلس بتكون. احنا ماخذين هنا ماينس اتش 1 يعني وزائد اتش 3 يعني هون ماينس اتش 1. لو اخترت العكس عادي ما في مشكله، اختار حط هذه ماينس هون وهنا بلس. هو السيستم بيحدد لك فيه وين الماينس وين البلس. اوكي، اذا بتصير اتش اكفيفالنت 1 زائد اتش 3 اللي هي ايش؟ اللي هي هذه. هاي اتش اكفيفالنت واحد هيا بس ايش بالماينس هي زائد اتش ثلاث هي عوضتها خلص ظلت زي ما هي ما بقدر اعمل اشي. هنا هنا في مجهول، هذا هون مجهول، ثلاث مرفوع الباور اثنين ما عندي خلص ظل هذا هو الناتج. هذا ناتج اتش اكفيفالنت اثنين هيا هيا كل واحد بنفس اللون بحط لك هي انه ايش الناتج تاعها طلع هي القيم ايش اللي بدي اوجده وقيمته. طيب هسا نيجي هون، هسا ايش بدي؟ ايش اتش واحد هسا هي عباره هسا اتش اثنين، اتش اثنين ايش هذا اتش اثنين وين اللي هي هذه كامله اللي هي ايش؟ هسه بدي اوجد ايش؟ اتش اللي هي عباره عن اتش ثلاثه، اتش ثلاثه ايش؟ هذه اللي هي هون. اللي هو اكفيفالنت اثنين شوف هذول كلهم يعني اكفيفالنت الاكفيفالنت هذه يعني اتش اكفيفالنت واحد زائد اثنين بيعطيني ايش؟ ثلاثة. ثلاثة ايش هي؟ عفوا اتش اثنين لانه اتش اثنين هي عبارة عن جمع هذول. اذا الاخضر هاي اتش اكفيفالنت اثنين كونفليوجن اربعة. هاي اتش ثلاثة هي عبارة اتش اثنين، اتش اثنين هي محصلة اللي قبلها كاملة. اتش اثنين كونفليوجن اتش اربعة لانها سيريز، لانه هاي صارت سيريز مع بعض.
اوكي فاذا كالتالي ايش انا عندي باجي اتش 2 هيا اتش 2 راح احطها هاي اتش 2 بنفس اللون اللي كانت فيه عشان بس تشوف هاي عندي هذه وهذه هون اتش 4 هاي اتش 4 هاي اتش 4 خالص هسه ايش عندي كالتالي هذه كونفوليوشن طيب هسه هذه كونفوليوشن شوف عندك الكونفوليوشن كيف تعمل مع هون هاي هذا كونفوليوشن الحد الاول هاي شو اعطى هاي 4 ضرب 2 ماينس 8 رام فانكشن n ماينس 1 ماينس 3 ماينس 4 زائد هسه الثاني هسه هون 4 هاي 4 راح تكون 4 في 3 4 في 3 بس ايش انا عندي علي عندي شفت على كل ان بواحد اذا هنا 3 ان ماينس 1 هون يو ان ماينس 1 هيا ماينس 1 يو ان ماينس 1 هذه الحد الثاني وهيك هذا ايش بكون اللي هو هذا ايش اتش توتال هذه هي اوفرال اتش هيها هاي هون اوكي هذا مثال على السيستمز مفهوم في اي سؤال عليه طيب نرجع هنا الانفيرتبل نفس ما شفناه شوف ما في اختلاف هاي هسه راح نشوفه الانفيرتبل سيستم انه انا اطلع حطيت طب من الاكس من الاوتبوت هذا الاوتبوت بديته على الانفرس اتش 1 طلعت اكس اوف تي شوف انا عندي اتش كونفوليوجن اتش 1 يساوي دلتا هذا لما يساوي عندي دلتا اوكي اوكي فاذا شوف هذا ايش بالنسبه للانفيرتبل نفس القاعده ما في مشكله كونفوليوشن يعطيني ايش دلتا اوكي ستيب ريسبونس حكينا ستيب ريسبونس اتش اوف تي بعطيني اياها اليو اوف تي تساوي اكس يو اوف تي تساوي اكس اوكي اذا هذه هون انا عندي في الديسكريت كيف انا بكتبها طلع هذه في الديسكريت الستيب ريسبونس هي عباره اذا كان عندي اس اوف ان ايكوال U of N plus أو نكتب convolution H of N نفس الشيء ما اختلف شيء عندي ما اختلف شيء شايف هاي في الديسكريت لأنه الديسكريت أنا ما راح أشرح فيه أوكي نيجي نشوف هنا طيب X of T الستيب ريسبونس ايش احنا حكينا هون في الكونتينيوس اذا بدي كامل اتش اوف تي بكامل اتش اوف تي في الديسكريت اس
of n تحملونا شوي f s of n equal summation لا h of k هذا في الديسكريت اذا التكامل هون بكامل لكن هنا بجمع شفناه زي الكونتينوس هنا انا بدي اوجد اتش اوف تي عندي ستيب ريسبونس نفس ما اخذناه بشتق الستيب ريسبونس بحصل على الامبلس ريسبونس اوكي اذا في الديسكريت هذا كيف في الديسكريت في الديسكريت اتش اوف ان ايكوال اس اوف ان minus s of n minus 1 طلع اذا شوفوا ايش هذه المشتقه الاولى لما بشتق s مشتقه اولى شوف هون s n minus s n minus 1 الماينس 1 هذه بتدل على المشتقه الاولى لو كانت هذه تربيع مشتقة ثانية هذه بتصير اثنين لو مشتقة ثالثة بتصير مشتقة ثالثة إذا الواحد هذه هي الأوردر كرتبة المعادلة اللي بشتغل فيها أنا أوكي شوف إكزامبل هون find the inverse response of an LTI system with unit step response هذا unit step response طب بدي أوجد إيش inverse response بشتقه تشتق هذه هيا اشتقيتها طلعت بالشكل التالي وتساوي exponential minus 2 t u of t اوكي هذا هون الجزء هذا كأنه راح يساوي زيرو في الاخر بتشوف هذه على ورقة وكلام اشتق لانه اخذت انت الاشتقاق. اوكي؟ هذا هيك بنكون خلصنا اللي هو جزئيه بظل علينا اللي هو continuous time LTI system. اوكي، مفهوم؟ في اي سؤال؟ تمام دكتور. كله تمام اه؟ واضح كله. اوكي. خلينا ننهي التسجيل